في رمضان مائدة الإفطار تستعرض كل ما لذ وطاب. عشان جي لازم تقسمون إفطاركم بشكل سليم. أفضل شيء تسوونه حزة أذان المغرب، تأكلون 3 تمرات وتشربون اللبن أو الماء. بعدين تصلون المغرب. وبعد الصلاة تأكلون وجبة بسيطة مكونة من الشوربة والسلطة. وبعدها نبتدي بالطبق الرئيسي المتوازن اللي يحتوي على النشويات والبروتينات والخضروات المطبوخة. وعسى صيامكم صحي وسعيد.